طيب ولا مرة فكرت طعم الفصل؟ بالأول كنت عم فكر بشغلي وبس، أنا ما كان بدي. بعدين؟ بعدين لما صار بدي ولاد وما كنت عم بحبل بطريقة طبيعية، رحت لعند الحكيم وعملت فحوصات اللازمة، انبسطت إنه ما طلع عندي أي مشكلة. فترة الحديث من كم سنة؟ شي 3 سنين تقريبا. وأنت ما شكيتي بشي إنه ما حبلتك لهالفترة؟ أبدا ما شكيت بشي، قلت إنه الله بيعرف وحده أي متى بده يرزقنا، بس هلا فهمت ليش طارق ما قبل إنه يروح يعمل فحوصات. أنا طلبت منه يعمل فحوصات وما قبل. الحكيم هو اللي طلب منه، بس هو ما عاد قبل إنه يروح لعنده. بس يعني كان عارف حاله. هو لما شك بحاله رح عمل فحوصات من دون ما يخبرني، وخبى عنا النتيجة لليوم. يمكن لأنه خاف ما يخسرك حياتي، لأنه بحبك. بس هلأ هو خسرني. أنا عن جد هادي ما بعرف شو بدي أقلك، وجعت لك راسك، بس أنا عادة ما بخبر إلا ريما، بس بعرف ليش حبيت أحكي لك. لا ولا همك، خدي راحتك. بس هيك ما تفكر إنه كان مبسوط إنه مخبى عليك. بس هيك موضوع حساس للرجال بشكل عام، يعني خاصة يمكن لإله أكيد. بس مشكلتي مش إنه ما بيجيب أولاد، مشكلتي إنه كذب علي، هيدا الشيء اللي قهرني. مع إنه هو كتير صادق غريب. صادق مع كل الناس إلا معي أنا. شو نام الزمر؟ ايه نامت. شو مبين عاد؟ ما بدك تنامي؟ بلا. كانت عم تسألني سمر إذا جدك معقول يجي لهون على البيت. لا أكيد، لا أكيد ما بيعملها. بيعرف إنه رح ينلقط. لا ما بيسترجع يعمل على القليل على الفترة. معك حق. تعرف زعلانة على سمر وطارق كتير. ما حدا يمكن يصدق إنه بيكونوا سوا بيحبوا بعض هالقد من ورا فرق العمر بيناتهم. والحب ما بيعرف عمر. أنت اللي ما كنت تأمن بالحب هيك عم تحكي؟ إيه ما كنت، بس إنه مش من بعد ما تعرفت عليكي. الو، وينك سمر؟ وين نمت؟ نمت بالبيت عند ريما، وهلا جيت على المكتب بدي اخذ اغراضي منه وسلمك المفاتيح. يعني خلصت حياتنا مع بعض؟ طارق انت اللي خلصتها. حتى لو خلصت، مكتبك رح يبقى لك، وكل شيء بتعوزيه انا حدك. بس انا ما بدي شيء منك بقى، بس بدي ابقى لحالي. بدي اقول لك ميرسي كثير، ميرسي على كل شيء اعطيتني اياه لحد اليوم. باي طارق. أمي أي متى بدك تقومي بالسلامة؟ تسمع صوتك عم تحكي.
بدي أعود عليك كل لحظة عذاب جبرتيني أتفرج عليك أنت وعم تعيشيها بوحدك. اشتقت لي. يك يقصف عمرك، ضروري تنبخشي هلا؟ زبطت معك هالمسكة؟ ما في شي ما بيزبط. إلا أختك قضيتها كل النهار بكي مثل البومة. والله مش عارف حالي شو بدي أعمل، حاسس حالي مربط. تعرف شو؟ ضهرها من البيت، خدها مشوار بعد الظهر، شممها الهوا، بلكي بتنسى شوية. معك حق، لازم روحي احكيها. ايه ليكي اتركي اللي بايدك وقومي، بركي بتروحي معنا. لك روح هلا، خليها تقبل بعدين بنشوف شو بنعمل. ولا اقول لك خليك، انا بحكيها واذا ما قبلت بجبرها. لا 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 لا، ما بدنا نجبرها على شيء. اذا اخذناها غصبا عنها بنكون كاننا ما عملنا شيء. هروح شو احكيها. طيب روح يلا. منيرة؟ منيرة؟ يوسف؟ ايه يا اختي، ليش نايمي هيك؟ خفيت بلا ما حس. شو رأيك تقومي تغيري ثيابك وبظهر انا وياك ومنى؟ والله ما إلي خلق. بلا يا اختي، بتغير الجو، كرامتي. كرامتك على راسي يا خي، بس والله تعباني وما إلي جلادي على شيء. طيب شو رأيك اخدك لعند الحكيم؟ لا لا ما بدي حكي، يظهر ابني من الحبس ارجع عيش انا وياه، بصير مثل اللحظه. يا الله ما تعتل همي يوسف. لك يا اختي كيف ما بدي اعتل هم وانت زير بحالك بهالاوضه ثلاث ارباع الوقت؟ أستاذ هادي، هيدا تالت فنجان قهوة بتشربه، ما لك بالعادة. مش ملاحظة إنك عم تكتري كتير حكي؟ بعتذر، خلص ما بقى رح أفتح تمي. أنا بعتذر، معصب شوي بس. بونجور، بما إنك ما عم ترد علي، قلت بجيب شوفك هون. شو عم تعمل حضرتك هون؟ ما بعرف. أنا ما قلت لك ما تخلوها تفوت؟ بلا بس اسمع اسمع، في موضوع مهم بدي أحكي فيه معك. أنا جاية لهون بشغل. شغل؟ شغل شو؟ خلينا نقعد نشرب فنجان قهوة أنا وياك على رواق، ووحياتك ما رح تكون خسران معي أبداً. الحقيقة ما عندي وقت ضيع ولا هالقصة، معلش لو بتفلي؟ لا مش رح فل. أنا جاي لعندك بصفتي فنانة بدها تلبس من الشركة وتسوق لها. ما بيهمني بهذا الظرف حدا يسوق لي لبضاعتي. هادي شغلة فيها حياة أو موت. ولو نورا قلت ثلاث ساعات ناطرك وعم دقل لك خطك مسكر. سكرته لأنه ريما كانت عم تطلبني وما بدي رد عليها. طب بعتي لي مساج وطمنيني. سوري ما انتبهت. ليش عم ترشفي؟ أول مرة جيت تشوفيني ما كنت خايفة هالقد. لأنه هاي أول مرة بجي لعندك لهون على البيت وحاسة حالي عم بعمل شي غلط، بس أنا جيت حتى أنت ما تزعل. لا هيدي مشارك تجاهي هي اللي جبتك لعندي. قلتي لي قصة حياة وموت، إيه؟ ما كنت عارف إنه هالحياة اللي عم تحكي عنها هي حياتي الخاصة. القصة جدية أكثر ما بتتصور هادي. هلا من كل عقلي جاي على نص مكتبي عم تهدديني عم تطلبي مني هالقصة أو بتبعتي لي حدا يقتلني؟ مين فكرة حالك أنت؟ أنا مرة مغرومة ومستعدة تعمل المستحيل لتحصل على اللي بتحب. حلو حلو كتير، إيه. وأنا إنسان مجوز كمان وبحب مرته، فخيطي بغير مسلة مثل ما بقولوا باللبناني.
كلكم أول شيء هيك بتقولوا. على كل حال رقم تليفوني معك، وإذا ما راح تدق ما تلوم إلا حالك. طلع لبرا فلي من هون هلا، يلا. رح فل بس مش رح استسلم. انت بتعجبني وانا حطتك براسي، وهيدا اللي خليني امنعه لهشام يأذيك. بس كون بعلمك باشاره صغيره من اصبعي بمحيك. خفت كثير، خوفتيني انت وصاحبك هذا زفت. اذا بتريدي فلي. نسيت قلك، حلوه مرتك بس انا كمان ما بشكي من شيء، ما هيك؟ انت حلوه كمان بس هي احلى وهي مرتي. روق مريق. لو بدي أذيك كنت خبرت عني وعنك. ليش؟ شو في عني وعنك أخبار؟ أعطيني فرصة لفرجيك. رح أعطيكي فرصة تفلي من مكتبي هلا. تفضلي تفضلي إذا بتريدي. هاي جويس. هاي، كيف فيك؟ منيحة وأنت؟ الله معك. ندى بك شيء؟ لا ما في شيء. امي بها شيء؟ لا بس جيت اشوفك احكي معك شوي. بدكم نسكافيه؟ لا. هادي مين هيدي؟ هيدي ما حدا مهم. شو السربريز حلوه؟ ما انا كنت مع ريما هلا، خطر على بالي اجي اشوفك. ما شفت ريما؟ ما اجت على المستشفى تتشقى على الماما. أساس قالت لي راحت لعند أختها. إيه راحت لعندها بس ما لقيتها، قلت إنه بتجي على المستشفى، بترجع بتروح بتشوفها بعدين. يعني حتاخد وقت قصة وراء الماما؟ إيه رح تاخد شوية وقت. ما تنسي أنت عم ترجعي اسم مشطوب من سجل النفوس بشهادة وفاة مزور، بس نتيجة الدي إن إيه بتطلع بهاليومين، والإجراءات القانونية ماشية مع المحامي تمام. كيف قدر يعمل هيك؟ القصة من 25 سنة ندى، كانت الدنيا فوضى وحرب. قلبي دليلي قال لي حتحبني، قلبي دليلي هاي. بدك تخليني واقفة على الباب؟ مرقت عليك اليوم الصبح ما لقيتك، وين كنت؟ مطرح ما كنت. بدي احكيك بشي نورا. ليكي اذا جاي تحكي بموضوع هنادي انا ما بدي احكي. لا مش عن هنادي، عنك انت. كان لازم تنتبهي انه بنتك هي اللي فتحت لك الفيسبوك وعملت لك الايميلز وعندها الباسوردز. شو قصدك؟ قصدي لو كنت اذكى من هيك ما كانت هنادي كشفتك وكشفت علاقتك بعاطف. كيف يعني؟ كيف يعني عرفت بعلاقتي مع عاطف؟ يعني عرفت، مشان هيك دقت لي بالليل ومشان هيك فلت من البيت بلا ما تقلكن. قرتني كل حديثكم اللي بيشرف بالإنبوكس. عم بتشوفيه نورا؟ اليوم شفته، كان نهار مثل الحلم. أهلين حبيبتي. فوت، شو بك؟ بعرف انكم مش فاتحين بيتكم اوتيل، بس انا ما عندي مطرح تاني اروح عليه. لكن دبرت حالي وصرت قادره اوقف على اجري. بيتك يا حبيبتي، فوت فوت. في مجال تفسري لي ليش عملتي هيك؟ ليش قولك؟ مش لانه فادي دايما هملني ولا مره سمعني كلمه حلوه؟ هلا ها هي حشتك؟ ايه هيدي هي حشتي. ياما ليالي انا نايمه بكياني وفادي مش حاسس فيي، بارم ظهره لالي مثل الخنزير وعم بشنخر.
انتي وين بتكوني اختي لما اكون انا عم ببكي لحالي بالاوضه؟ فادي انسان بلا اخلاق، ولا مره حسسني اني مره، ولا مره حسسني اني اصلا نافع على شيء. طيب بدل ما تخوني ليش ما بتحكي معه؟ ليش 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 ما بتفسري له؟ ليش ما بتنبهيه؟ ليش ما بتجربي تغيريه؟ غيره؟ ليش فادي بيتغير؟ انت عم تشتغلي على جوزك، عم بتحسيه عم يتغير؟ مش جاي احكي عن جوزي هلا، جاي احكي كالك بشيء اهم. موجود دموزيل. اهلا مسيو، كيف يساعدك؟ هيدا فستان من عندكم؟ ايه مزبوط. مرتي اشترته، ما بعرف اذا انت كنت او حدا غيرك، اعطيتكم 100 دولار رديتوا لها هيدي ال 50. انه ايه ما هو حقه 100,000. بس هيدي ال 50 مزوره. مش معقول، اكيد انت غلطان. لا انا ماني غلطان. روح تاكد من مرتك قبل ما تجي تشارعني. سحر شو في؟ شو في؟ عم بيقول انه انا رديت لمرته ال 50 المزوره. شو انا جاي ابتلع عليكم؟ مزبوط مزورة. مرت الجي وقت لحدا بيدفع لك انتبهي شو عم بيعطوكي. عم انتبه. ما تواخذنا مسيو. هيك بيتعاملوا مع زبونات. ميرسي كثير. يا اهلا. فيني افهم لشو كل هالصريخ سحار؟ بدك تعملي لي فضيحة بالمحل؟ بس هو صرخ بالاول. هو صرخ بالاول؟ شو نحن بالمدرسة؟ سحر الزبون دايما معه حق، خديها قاعدة هيك. وبركي كان عم بكذب. ما انت قلت انه مرته دفعت لك 100 دولار اديتي لها 50,000. ايه بس من وين اجت ال 50 المزورة؟ بتكون شي زبونة دفعت لك اياها وما انتبهتي مثل العادة. خلص اللي صار صار، بسيطة، ما بده كل هالقد الموضوع. اختي بشرفك خففي لي نظريات، ما بقى تتفلسف علي، انا اكبر منك ومجوزة قبلك، بفتكر بفهم اكثر منك. أنا غلطت بس يمكن كان لازم أتركه من زمان، بس خفت يقشطني بنتي، خفت من نظرة المجتمع لإلي، خفت من أهلي كيف بدها تكون ردة فعلهم. إجا واحد سمعني كم كلمة حلوة صدقته. بعرف إني غلطانة بس أنا بحق لي أعيش. طيب شو اللي بيأكد لك إنه عاطف مثلا ما عم بيتسلى ويضحك عليك ويضيع وقته معك؟ شو اللي بيأكد لك إنه منو عم بيحكي مع 20 وحدة غيرك على فيسبوك وكمان عم بيظهر معهم؟ لا أكيد لا. يلي صار اليوم خلاني أعرف إنه عاطف بحبني كتير. الحكي اللي قال لي إياه، التصرف اللي تصرفوا معي بأكدوني إنه بحبني. أوكي خلص، ما بدي إياك تخبريني شي عنه وعن علاقتك فيه. بدي أعرف شو رح تعملي. بدي أعرف شو رح تعملي مع بنتك، مع هنادي، مع فادي إذا عرف. شو بتعملي؟ أنت لازم تفلي هلا أختي، لازم تفلي قبل ما بنتي تعرف إنك خبرتيني. وانا بلاقي طريقه خلي بنتي انه ما تخبر بيها. قومي فلي نورا، بس بليز ما تنسى انه هنادي مرقت بظروف صعبه وعمرها حساس. حرام. بعرف اختي بعرف. معلش تسمحي لي شي مره وحده انا ربي بنتي؟ مش وقته هالحكي هلا. بتعرفي شو اللي مجنني فيكي؟ انه من بعد كل شي قطع معك بدل ما توعي صرت عم تضيعي زياده. خلص خلص ريمو، قومي فلي قومي فلي هلا بليز. تكرم عينك. ألو عاطف، اوعى تتصل فيي هاليومين، صار كتير مستجدات، لازم غير باسورد الفيسبوك هلا. هلو؟ يا حبيبي شو عم تعملي؟ عم بقرأ؟ بدك حبيبي في ضيوف قدام الباب ناطرينك. ضيوف؟ مين؟ ريما؟ هادي؟ لا حبيبي اللورا وسام ناطرينك برا وطلعي. مين لورا وسام؟ لا في ولا كنا شينا أنا وسام؟ لا يا مجنون انت.
عم تمزح. حبك بدر، حبك حبيبي. لا اكيد جنت نورا بدها تخرب بيتك كرمال نزوة. دخيلك دخيلك سمر، اوعى حدا يعرف الموضوع. دخيلك لو منك واثقه فيي يا ريما، انت ما كنت خبرتيني. بعدين ما كل اسرارنا مع بعض. هي اسرارنا مش اسرار اختي. دخيلك دخيلك سمر، لقي لي لي على فيسبوك بشرفك. لازم نلاقي طريقه لحتى نثبت له انه هو كذاب وعم يضحك عليها. بليز حيلا شيء. طيب بلكي كان صادق وبحبها عن جد. نكون جربنا. شو بدي اعمل؟ خلص من هون يكون رايح تصطفل بحياتها. لقيته فرجيني. اعملي له قعد، اعملي له قعد. بتعرفي شو؟ رح ابعث له مسج. حسيتك ما اكلتي كثير منيح، عملت لك كبايه عصير. ميرسي ماما. اعطيني اعطيني الشنطه لاشوف شو في عندك درس. بتعرفي هنادي، انا اكتشفت انه الفيسبوك تضيع وقت هيك بلا طعمه يعني، مشان هيك قررت ما بقى افتحه. حكيتك خالته؟ شو خص خالته؟ شو لها علاقه خالته باللي عم نحكي هلا؟ ماشي. ليكي حبيبتي بدي اخبرك شيء، وبدي اياه انه يضل سر بيناتنا، اوكي؟ انا على الفيسبوك تعرفت على شخص اسمه عاطف، كان هيك عم يحكيني وعم بتسلى معه، بعدين بلش يحكيني كلام حب وغرام. ضليتني عم بحكي معه بس لحتى اعرف شو بده يعني، ولما قلل تهذيب كتير خلص محيته. فهمتي؟ بدي اياكي ما تخبري ولا كلمه لبيك، لانه يمكن يزعل كتير ويفسر على ذوقه ونرجع نتخانق انا وياه. دخيلك خلي هالشي يضل بيناتنا، اوكي؟ طيب هلا شو بدنا بالفيسبوك؟ خلينا نرجع للدرس احسن. كيف كانت اليوم المدرسه؟ خبريني. شو بكي؟ ليش عم تطلعي فيي هيك؟ منيح اللي غفي سامر، لانه اليوم قالوا لي بالجردوني انه كل نهار بقى نايم. حبيبي سامر ما عليه، بكره بيتعود على الجو. تكون انانيه اذا قلت لك انه ابني احلى ابن بالعالم. لا، لانه كل ام بتقول عن ابنها انه هو احلى صبي او احلى ولد بالعالم، بس هذا مش معناتها انه سامر مش احلى صبي بالعالم. اي مزبوط. وامه حدا بيجي لمرته دليفري على صفير؟ ايه ليش لا؟ بس اللي خسرته كنت حابب اشوف هيك ردة فعلك لما استلمتيه. لشو جبتهم؟ حبيت اجيب شيء بتحبي انت. بعدين حسيت انه ممكن يعملوا حركة بالبيت، غلط؟ قصة انور كثير صعبة وقلت له هالشيء. حكيك من الحبس؟ ايه. ليه ما خليتني احكي معه خيي؟ استفزني بالحكي، طبشت الخط بوش. هلا بكون زعل منك. عماله بيرضى. شفتي لو كنت انا امه كنت بقول له نخلوه بالحبس وما تظهروه. امي؟ ولا؟ معلش امي، عمتك ما رح تزعل مني. بتعرفني اذا حكيت بكون عم بحكي لاني عم بحكي لمصلحته ولاني خايفه عليه. ما بقى بدي تخافي عليه ولا تحكي عنه شيء قدامي منى. اعملي معروف. مش كان أحسن لي ضل بتختي خيي؟ ليش صاير عم تزعلي مني هيك يا منيرة؟ عم بزعل من كل شي. صايرة حساسة، بعرف. ما تواخذوني. خليكي معنا منيرة، بدي ذوقك الجاتو. يا ربي شو بدي أعمل تراضيكي يعني؟ ها سحبت كلمتي منيرة، ارجعي. اهلا هادي. اهلا فيك عمي، اهلا فيك. تفضل. كيفك؟ الحمد لله، كثر خير الله. كل شيء ماشي؟ ماشي الامور. الحمد لله. هاي جميعا. هاي.
كيفك سمر؟ ماشي الحال. مرت عمي؟ كيف صارت امك؟ امي منيحه الحمد لله. هاي اخ يلا لقيوه لجدك؟ لا بعمل ايه؟ ان شاء الله يلاقوه بسرعه قبل ما يعمل له شي مصيبه تانية. عملي لنا قهوه منى. لا 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 اذا كرمال القهوه ما بدي، انا شربت كثير اليوم. بعدين طمني ريما معي. انا خايف عليها من الكل، منك ومن عائلتك ومن انور. امي لحظه، انور شو خص انور بالموضوع؟ انا هلا بعدين بخبرك حياتي على رواق. لحظه لحظه لحظه، في شيء عم بيصير من ورا ظهري؟ مش عايز انور بالحبس؟ مبلا هادي انور بالحبس. ايه خلينا نمشي، انا هلا بخبرك على الطريق. لا لحظه، ماني فايل من هون الا ما اعرف بالتفصيل شو عم بيصير. ريما شوفي يا ابني القصه كلها بيي، خلص انا بخبره، انا بخبرك، خلينا نمشي وبخبرك على الطريق. لازم يعرف انتو هون. شو بيكون انتو؟ شو ليه ما حدا عم بيفهم علي؟ جوزي خلوني انا احكي معه، انا بحكي معه. خلص بليز فينا نمشي، خلينا نمشي. يلا بالاذن. ايه تفضلي. الله يسامحك يا خالتي، قدامي قالت لك هالموضوع بدك تنسيه. انت بهالطريقه ما حميتيها لبنتك، انت خلقتي لها مشكل بس ربنا بيعرف شو بده يصير من بعده. ليش انا شو حكيت؟ ابدا ما حكيتي شيء. اقولك ليش سموهم طيور حب؟ ما بعرف، ما انت قلتي مش عايزتيني، اسالي صديقك جوجل. ما سالته. بسموهم طيور الحب لأنه ما في حدا منهم بيقدر يعيش بلد تاني، لأنه إذا حدا صار له شيء التاني بيموت وما في يتجوز أي حدا تاني، لأنهم أوفيا لبعض بحبوا بعضهم كتير. يعني مثلنا؟ يعني مثلنا أوفيا؟ لا يعني إذا حدا منا مات التاني ما بيتجوز. نحن ما حدا منا رح يصير له شيء. بعدين نسيت إنه رح عيرك سماعاتي بس نكبر؟ ايه بس انت ناسي الشغله اني انا ما راح اكبر. هو عزوقك لان اذا بتكبري او لا. بدك تكبري، قلتي ايه وانا قلت لا. بعدين هو قصه عمليه التجميل بدك تشيليها من راسك. ايه انا بدي اتغزل بتجاعيدك وحده وحده. حبيبي مش قدام لورا وسام. ضابط أعصابي بعدني كل الطريق. هلا بدك تحكي. هرب أنوار من الحبس وقت أنت كنت مسافر وإجا لهون. ها؟ ما سمعت. إجا لهون. لا لهون. ايه اجا لهون. ايه اجا لهون عنا عالبيت. انت كنت عم تزوري بالحبس شي؟ ورا ظهري؟ نمت الحريق بالبيت انت وهذا الاهبل؟ اجا لهون، ما انت عم تقولي لي اجا لهون يعني نايم هون؟ جاوبي! هادي لا اسمعني، اجا لهون وطلب مني مصاري. واعطيتي؟ ايه اعطيته. اعطيتي؟ اعطيته مصاري بس ما نام هون. اوكي اخذته على بيت اهلي. شو بدك اياني اعمل انا هلا؟ بتسمعني. اوكي اوكي بتسمعني. ايه لا رح جن. يلا اوكي اخذته على بيت اهلي. عظيم. رجعنا بلغنا عنه نحن هنيك. ايه لانه عمتي طلبت منا انه نبلغ عنه. اوكي رجعت راقبته الشرطه. ورجعوا كمشوه اخذوه. هو هرب من الحبس لانه كان بده يشوف سحر وهيدي الصحفيه اللي ضحكوا عليه. اوكي لازم صدق. ايه لازم تصدقني لانه ما عم كذب عليك. طيب
فوت رجل الغريب عبيته بغيابي. هادي شو كان بدك ياني اعمل؟ اتركه برا على الطريق للزلمه، هيدا قرابتي، هيدا منه غريب، هيدا ابن عمتي. صار شي بينك وبينه؟ لا. صار شي بينك وبينه؟ صار شي؟ صار شي بينك وبينه بلا؟ لا 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 ولا. ليه ما عم بتصدقني؟ انت مش مجبوره تسطري على واحد مش رب الا اذا لازم اتفق انت وياه على شيء او مغرومه فيه. ها عشان بتضحكي؟ تعرف شو؟ شو؟ بما انه هالقد افكارك بش عني وهالقد انت واحد شكيك لكن نكاية فيك، ايه انا مغرومه فيه. أنا بعرف إنه طارق بحبني طنط منيرة، بس يعني هيدا الشيء ما بيعطيه الحق إنه يكذب علي. اتصلي فيه يا بنتي واطمني عنه، خليكي أحسن منه. هلأ بعد شوي بجرب اتصل فيه. يوسف. نعم. حكيت مع ريما؟ هلأ كنت عم بحكي معها. شو قالت لك؟ لو بدو إيانا نعرف ونسمع ما كان راح حكيها جوا. ريما منيحة. يوسف تخلني عبيتي خيي؟ عايزة شي منيرة؟ ليه ما بتروحي عبيتك؟ لا كتر خيركم غامريني بمحبتكم، بس أنا حابه روح شوف بيتي، شوفه بعيون قلبي. شو عم تعملي؟ شو شايفني عم بعمل؟ ريما أنا بعتذر. ما تعتذر، مش رح أقبل اعتذارك. إنه شو كنت مستنظرة يعني تكون ردة فعلي؟ إنه عصبت شوي زيادة عن اللزوم، لأنه بتعرف قديش بكره أنور من الأساس. ويجي على البيت كمان بغيابي، انه شو بدك اياني اعمل؟ لو خبرتيني كانت ردة فعلي بتكون اقل. جربت خبرك كذا مره، جربت خبرك بس الظرف ما كان بيسمح. انت بوضعك الطبيعي ما كنت حتتقبل، كيف اذا بالوضع اللي نحن كنا مارقين فيه؟ انا قلت لك انت مش بس بتغار، انت بتشك فيي، وانا مش قادر اكون مع رجال بشك فيي. رد الاغراض على الخزانه يلا. فقط اعصابي، شو ما فيني لك اكثر من هيك. اه ولا؟ كل مره بدك تعصب بدك تفقد اعصابك يعني؟ هيدا اللي بدك توقعه؟ طيب حقك. بليز تركني لوحدي. تركني لوحدي. ما بدي غيب عن النايت رانيا، ما لازم تغيب عن عيوني. بعد بكير كتير لتبلش وصلتها رانيا. على كل حال انتبه لنظرك. بتعرفي اوقات بحسك بتحبيني عن جد. احساسك بمطرحه اوقات. يلا يا اختي عمالك عمالك يا عمري عمالك. مساء الخير. شفتكم من عندي مش بيك شيء. تفضلي تفضلي.
الله يسامحك بظهرك من الحبس ويعطيك ايام حلوة. الله يهديك الله يهديك يوسف. نعم. وعدني انك رح تضل لحد ابني وما تتركه. وعدني يا يوسف. بوعدك يا اختي بوعدك. ألو عاطف، أنا سمر، سمر اللي بعثت لك مسج على الفيسبوك. لك يا أهلا بسمر، كيفك؟ منيح، وأنت؟ أنا سافا. سافا فد مرة؟ مري يا قمر. لا ولا شيء، بس هيك حبيت إنه أنا وياك نكون فريندز على الفيسبوك. إيه بيسوى، وبيسوى نكون فريندز برات الفيسبوك كمان، إنه مش كل يوم رح يسحلي أميرة من كوكب تاني تعمل لي فريند ريكوست. بس ليش عم تحكيني مرق من برايفت؟ لا بس هيك ما انتبهت. من الآخر شو بدك؟ لا خلص ولا شيء، الهيئة عم بلش إزعجك. يلا أنا رح سكر. لا 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 زعجتيني ولا شيء، بس مستغرب لأنه لما طلبت رقمي على الفيسبوك قلت أف شو هالبنت الجريئة، ولما سمعت صوتك لقيت غير شيء. أنا ما بدي هيك يعني تاخد عني فكرة غلط، لأنه أول مرة بعملها وأنا وحياتك. شو ريما نمتي؟ أنا بس بدي خبرك إنه هلأ بعد مسكرة الخط مع عاطف بيّن من صوته إنه محتال وخبيث، بس يلا المهم إنه بكرة رح نلتقى. ألو؟ إيه سمر حبيبتي كيفك؟ إيه سمعت الفويس نوت. المهم نورا تعرف إنه هو واحد محتال. بأكد لك إنه رح تعرف. ضليت خبر أخبار كذب عني وسيره لحد ما طلب يشوفني. هلأ المهم أنت حكيها لنورا وعملها مثل ما اتفقنا. أنت بس قولي لأي ساعة وين منلاقيك، بس مهم يكون بوقت هنادي تكون فيه بالمدرسة. أوكي أوكي حياتي باي. شو لوين بدك تروحي انت ونورا لتلاقوا سمر؟ وليش؟ رايحين نتغدى بشي مطعم سوا. بدي نام. ليك يا ريما بهالطريقة ما بتنحل الأمور، لازم نحكي. إذا حكينا رح نتخانق مثل العادة. بليز خلينا ننام. هاي كيفك؟ منيحة. كان ضروري الوردة الحمراء لحتى أعرفك، لأنك مش حاطة غير صورتين ثلاثة على الفيسبوك وما بيشبهوكي أبداً. بس قلت لي إنه نعجبوك. لو ما عجبوني كنت بقبل أعطيكي رقمي أو حتى بتشوفيني هون. هيدا محبس بإيدك. بيزعجك إني أكون مجوزة؟ بالعكس، ما في أحلى من القعدة مع مرة مجوزة. أنا ما بعرف شو بدي أقول لك وما بعرف أنت شو هلأ رح بتقول عني، بس مثل ما سبق وقلت لك إنك كتير عجبتني وحابة إن نتعرف على بعض أكتر وأكتر. وأنا ما عندي مشكلة، خاصة إنك مرة كتير حلوة كل الرجال بتمنيها. بتخيلي أنت المرة اللي دايما كان بخيالي
ما كنت متوقع انها تكون موجوده بالطبيعه.